هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بفاني، دار السلام وجنة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد. قربنا نوصل لآخر حاجة في أبواب الجنة، عددها 8، بتتفتح في أوقات وأوقات لناس وناس. باب عرضه 200 كيلومتر، 1300 كيلومتر، 600,000 كيلومتر. أسماءهم باب الريان، باب الصدقة، باب الصلاة، باب الجهاد، باب التوبة، باب المتوكلين، الباب الأيمن. على باب الجنة في ملائكة، في عيون يغمس المؤمن في عين كل الأدران والأوساخ والأمراض اللي فيه تنقى، يغمس في عين تانية يبقى جميل قوي، في جمال سيدنا يوسف، في سن سيدنا عيسى عليهما الصلاة والسلام، 33 سنة سيدنا عيسى. حتى أمراض القلوب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الغل على باب الجنة كمبارك الإبل. يعني إيه؟ حضرتك رايح مول بالسيارة، مش هينفع تخش بالسيارة جوه المول، لازم تحطها في الباركينج. كمان حضرتك داخل الجنة لازم ما تدخلش بالغل جوه الجنة. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. يقاس على الغل كل أمراض القلوب، ما تخشش بيها الجنة. الست مش هتزعل من الحور العين، والراجل مش هيبقى عنده حقد ولا كر ولا غل ولا حسد ولا ضغينة ولا بغضاء. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. لكن عند باب الجنة الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا: أول الأمم دخولا أمتي. بس أول الأفراد بالتأكيد هو الرسول صلى الله عليه وسلم. لما يجي الرسول صلى الله عليه وسلم يوصل على باب الجنة، يقرأ حلق الجنة، ترد الملائكة: من الطارق؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم. زيد النبي صلى الله عليه وسلم. فتقول الملائكة: أمرنا ألا نفتح لأحد قبلك. يجي الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة، تحصل مفاجأة. امرأة تزاحم الرسول صلى الله عليه وسلم وتريد أن تدخل قبله الجنة. هل هذا ممكن؟ دخولها قبلي الجنة مش ممكن، لكن إنها حاولت حصل. قال لنا كده الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لها: من أنت يا أمة الله؟ قالت: أنا امرأة مات عني زوجي وترك لي يتامى، فقعدت عليهم فربيتهم. تخيلوا، واحدة جوزها مات، قعدت ربت. كم من النساء بيسموها المرأة المعيلة، كم من النساء قعدت ربت أولادها. مكانتها إنها حاولت، مش ممكن تكون نجحت، بس ليها شرف إنها حاولت تدخل الجنة قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، تدخل بعديه، بس أكيد هي دخل الجنة. المسلمين لما يدخلوا الجنة، اللهم اجعلنا منهم يا رب، شيء منطقي جدا، ربنا بيحترم عقولنا اللي خلقها لنا. أول حاجة نعملها لما ندخل الجنة يا ترى إيه؟ تعالوا نشوف الحلقة الجاية. أشوفكم الحلقة الجاية في أول حاجة بعد ما نعدي من أبواب الجنة جميعا إن شاء الله. سلام عليكم.